على قناة الشروق، وما زالكم معنا في الشروق مورنينغ. اليوم راح يكون معنا ضيف خاص أمريكي عايش في الجزائر، يحب الجزائر ويحب كل شيء فيها. ربما راح نشوفه، هل كاين سلبيات؟ نشوفه، راح نكتشفه. لكن نرحب بأندرو فارند، واللي هو مدون وفوتوغرافي أمريكي مقيم بالجزائر، وكما قلت قبل الفاصل ملقب بابن بطوطة. أندرو، صباح الخير. صباح النور. نقول لكم بلي أندرو كما يقولوا يتحكم في ثلاث لغات: العربية، الفرنسية، والإنجليزية بطبيعة الحال. سؤال أول، شكون هو أندرو؟ شكون هو أندرو؟ بون، أنا كما قلت أنا أمريكي، أنا كاتب، أنا مصور. أنا طبعا عندي خدمة أخرى دوكوتي، مي في لو طون ليبر تاعي أنا نحب نخرج ونصور ونشوف شوية واش كاين في العالم ونبارتاجيه، نشاركوه في السيت تاعي باش ناس آخرين اللي ما عندهمش الفرصة باش يسافروا يقدروا يشوفوا واش كاين في العالم وكيفاش الناس عايشين مثلا في الجزائر ولا في بلدان أخرى. كثير منكم اكتشفوا أندرو في شبكة التواصل الاجتماعي، لأنه لو نشوفوا الصور أندرو قام بحوار مع صفحة جزائرية، على ما أعتقد صفحة اللقطة، ونحييهم بهذه المناسبة اللي قاموا معك بحوار، وشفنا هذا التفاعل تاع الجزائريين، كيف أنه أمريكي يتحكم في الدارجة بهذه الدرجة. وراكم تشوفوا في على المباشر في شروق مورنينغ كيف انه اندرو عنده التحكم بالهضره الدرجه تاعنا. واندرو ماهوش فقط يعني هنا في الجزائر للسياحه، لكن راهو يقوم ايضا باعمال، وكما قلت انت فوتوغرافي، ودرت لنا روزنامه ان كالندريي، وهذا الكالندريي واش فيه؟ ايه بون، اولا شكرا على واش قلت لي على الدرجه تاعي. بالنسبه لي انا مازال ما لحقتش لا تاع التحكم، مي بور لانستون ندبر راسي. لكن انا قريت العربيه لونتون قبل ما جيت لهنا، تقريبا 10 سنين، اولا في الجامعه في امريكان، ومن بعد في بعض البلدان العربيه. ولذلك كان عندي ديجا اون باز قبل ما جيت لهنا. ومن بعد سي برك اون كيستيون تاع توالف للهجاتكم، و ما رانيش عارف. ونشوفوا باش نقولوا الكالندريي للروزنامه هذه. أيوة. وش فيها؟ والصور ربما فيها صور مهمه جدا، الصور اللي فيها خديتهم ب الآلة هذه اللي راهي قدامك، واحكي لنا عليها شوية. اكزاكتومون. دونك هذه الآلة أصلا كانت تابعة لمون بيغ لبا، وهو شراه في الستينات نورمالمون، لكن الآلة هذه مصنوعة في 1951 نورمالمون. مازالها تمشي؟ مازالها تمشي مليح الحمد لله. واني نصور به تقريبا كل يوم، وتمشي مليح، وتخرج تصاور ماشي كيما تصاور تاع لي زاباري نيميريك. واش الفرق؟ سي كوا لا ديفيرونس؟ في الالوان، كي تشوف الالوان تشوف ديريكتومون الفرق، بلي الالوان راهم فيف. ربما عندنا صور احنا نقدروا نشوفوهم. فوالا. دونك هادو التصاور اللي صورتهم هنا في الجزائر بالآلة هذه. وانا كي بديت نبارطاجي هادو التصاور في لي ريزو سوسيو، في انستغرام، في فيسبوك، اتسيتخا، الناس بداو يسقسوني اسكو نقدر نشري واقيلا لي فوتو. دونك انا قلت لهم بالك نديروا حاجه، لقيت حل. فوالا. العام اللي فات جاتني الفكرة باش ندير الكالندري. فوالا، نقدر نوري لكم شوية تصاور هنا. دونك جاتني الفكرة هذه ندير كالندري ونبيعهم هنا بوغ ان بخي ريزونابل إن شاء الله. نقدروا نعرفوا المبلغ؟ لو بخي؟ 100 دينار. 100 دينار. دونك نبيعهم هنا في العاصمة، وكذلك هذا العام أنا فرحان جدا.
اختار اني صبت الحل باش نبيعهم في الانترنت كانا باش الناس في الجاليه والناس اللي عايشين برا يقدروا يشريوهم كانا. والصور خديتهم شحال ولايه؟ تقريبا نورمالمون 7 ولايات. اني جربت ندير اون سيليكسيون نقدر نقولوا باش نوري شويه لا ديفيرسيتي تاع الجزائر. خاطر بيان سور ماشي انتيريسون نوري برك مدينه واحده ولا حاجه. دونك حطيت شويه الحياه اليوميه شويه صحراء شويه لي غروند فيل. انا نشوف في الصور هذه ربما بما انك حكيت على الثراء في الجزائر ديفيرسيتي في الجزائر. لما جيت لاول مره الجزائر وشنو هو الشيء اللي لاحظته يعني الامر الاكثر تاثير فيك لما لاحظته في الجزائر لما لحقت؟ بون كاين بزاف حوايج لكن قبل ما جيت لهنا اني سمعت شويه على الجزائريين. سقسيت الناس اللي نعرفهم اللي كانوا اللي بالك جازوا هنا زاروا الجزائر وقالوا لي باللي الجزائريين شعب كريم. وكي جيت هنا اني صبت باللي هذا فريمون فعلا سي لا رياليتي الواقع. والجزائريين كرام بزاف ما شاء الله والناس اللي يرحبوا بزاف بضيافهم. وهذا الشيء اللي تحسها تو سويت كي تجي هنا. وانت شخصيا لما تتجول في شوارع العاصمه ولا لما تتنقل الولايات الجزائريه هل تلاحظ هذا الكرم وكيفاش الاستقبال تاع الناس ليك؟ طبعا طبعا الناس الا راك مبحر في شوعره ناس يعاونوك، الا تسحق حاجه ناس يعاونوك يجيو لك يسقسيك واش تسحق. فرانشمون سي اكسيلون. باش نكونوا موضوعيين ما تقوليش ما كانش سلبيات. بون كاين بالك اعطيني واحد ولا زوج. ما تحبش دير لي مشاكل مع اصحابي يا يونس. لا 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 معليش بكل ديمقراطيه. لا لا كاين جهه سلبيه تاع الكرامه هذه وهو وكيل كي تكون معروض عند واحد ويقول لك تفضل عندك طعام عندك شخشوخه عندك رشته ولا حاجه يقول لك كل وتاكل بزاف والحمد لله تقول لهم اني شبعت الحمد لله يقول لك لا زيد 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 زيد. وي صح حاجه واحده اخرى ثاني من غير هذه نزيدوا نزعفوا شويه اصحابك. ما على باليش والله اني مازال نديكوفري الفي. ممتاز. انت عندك في الجزائر تقريبا قريب 4 سنين توقع 4 سنوات مقيم هنا في الجزائر العاصمه. ربما نقدروا نذكروا وين الرزنامه هذه تتباع؟ اكيد تتباع في 5 محلات عندك بعد المكتبات عندك مكتب الكلمات مكتب دي بوزار مكتبات تاع لي زاري لاتر و لا كوليكسيون راجي و كادو ارتيزانا. رزنامة ابن بطوطة تتباع 1000 دينار جزائري من إنتاج أمريكي مقيم بالجزائر. نصحكم ربما تاخذوا الوقت باش تروحوا تشوفوه ولا على الأقل تشروه. شكرا لك بزاف 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 أندرو. شكرا لكم. شرفتنا بالحضور تاعك. أعتقد أنه هذه أول لقاء تلفزيوني تاعك على المباشر. هذاك هو. شكرا 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 نعطيك الصحة. نتمنوا تعرضنا في يوم من الأيام إلى مدينتك في أمريكا في بالتيمور. يعطيك الصحة أندرو. مشاهدينا الأفاضل الساعة راهي لازم ما نغلطش راهي 9:29 على قناة الشروق نيوز. أقعدوا معنا.